طيب الفقره دي اسمها الفسحه، ممكن تاخدينا في فسحه كده وتقولي لنا لما طلعتي بالعربيه وتفسحتي لاول مره وقررتي انك تشاركي في السباقات، ايه اللي لفت نظرك في الفسحه اللي انت خدتيها دي وخلتك تمسكي في الرياضه دي؟ الهدوء. عن كل ده هدوء؟ لا هدوء، ما احنا ما عندناش عن قوي. يعني هم بتوع الاسفلت الدريفت والسبيد، هم صوت عربياتهم عالي وشكمانات ديفل والحاجات اللي بيعملوها دي، دول بتوع الصوت العالي. لا انت هدوء قوي، انت في الصحراء، انت صحراء، يعني انت 10 افراد مع بعضيكوا طالعين رحله سفاري، بالليل بتولعوا نار في شوي مندي بقى وحاجات من دي، فانت قاعد في هدوء. بيكنيك مثلا، قاعده صحراويه بسيطه خالص. بس السواقه بتاعتها هي فعلا عنيفه، ولازم يعني ما حدش بيطلع بعربيه لوحده، بس لازم بيبقى معاه عربيتين وثلاثه، علشان زي ما قلت لحضرتك بالظبط ممكن حاجات بسيطه، العربيه معرضه للاعطال طول الوقت، تسخن عادي، او تملص الحراره او تملص.